طبعا ده المهرجان الاول في مصر، احنا عاملينه احنا ومحافظه القاهره ومحافظه دمياط، احنا جمعيه الاقزام المصريه بننظم بطولات على مستوى الجمهوريه كلها. طبعا الحمد لله احنا اول بطوله نعملها ودي مش اخر بطوله. والله احنا بنتمنى ان كل اقزام مصر يشاركوا في كل المحافظات باذن الله، يبقى في كل محافظه في فريق عشان نلعبوا بعض. وفي قريب جدا في الاتحاد المصري لرياضات الاقزام هيفتح قريب، واحنا عايزين كل الناس تشارك فيه، الرياضات كلها تشارك فيه. المهرجان اللي احنا فيه دلوقتي ودي اول مره تحصل ان يحصل مهرجان لكره القدم لقصار القامه او جمعيه الاقزام ما بين فريق اسكندريه وفريق القاهره وفريق دمياط. الحمد لله ده كان حلم عمرنا وحلم السنين كلها ان يبقى في فرق للاقزام بتلعب كوره على مستوى مصر كلها. ودلوقتي احنا النهارده في صدد ان احنا بنعمل موسوعه رياضيه، يوم جميل رياضي، وبالنادي الاقزام مصر كلها ونقول لهم تعالوا شاركوا معانا وشاركوا معانا في الرياضه، لان الرياضه للجميع زي ما قالوا. وعاوزين ادينا عملنا فريق في القاهره، واسكندريه عملت فريق في اسكندريه، ودمياط عملت فريق في دمياط، وادينا بنجمعنا دلوقتي رياضه بالحب، وبنعمل يوم جميل ودوره وديه ما بيننا احنا الثلاثه بالحب، وان شاء الله القادم احسن. طبعا احنا بنرحب بقناه الاهلي وشرفتونا النهارده في اول مهرجان رياضي يتعمل لقصار القامه لكره القدم. طبعا يعني انا كان ليا الشرف من 4 سنين ان انا كونت اول فريق كره قدم لقصار القامه هنا في مصر، الكلام ده كان من 4 سنين وبنجهز له. الحمد لله دلوقتي بقى في منتخب اسكندريه وفي منتخب دمياط، فالحمد لله قدرنا ان احنا نمرن اللعيبه سواء هنا او هنا عشان نجهز لليوم الرياضي الجميل دوت، انه يعتبر اول يوم يعني اول مره فريق من قصار القامه دوره تتعمل في الوطن العربي كله. طموحي ان انا العب اللي الناس كلها تشوفني، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا العب في نادي مش مع قصار القامه، العب مع ناس كبار كده، ويعني مش عايز حاجه يعني تحسسني ان انا قصير وكده، لا انا عايز العب مع نادي كبير كده او نادي الاهلي او الاتحاد، اي نادي اشتفر سامح اكون واصل والعب مع الناس اللي زي حضرتك. اليوم النهارده يوم احتفال جميل، يوم مهرجان عالمي، بنشكر طبعا منتخب اسكندريه على اليوم دوت يعني، وعلى الاستضافه لنا الجميله دياتي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنقدر نقدم الخير، نقدم المستحيل عشان ناخد البطوله الوديه دي باذن الله منتخب القاهره باذن الله. اليوم بصراحة جميل، يعني لعبنا القاهرة ولعبنا اسكندرية، الناس المنظمين الناس 10 على 10، كل الناس اللي هنا بصراحة كلهم فوق الممتاز بصراحة. احنا استفدنا النهاردة ان الابطال بتوعنا اتحدوا اعاقتهم واتحدوا كل حاجة. طبعا انا سعيد جدا بوجودي في هذا الملتقى والذي ضم هذه الاندية الثلاثة، لان هذه الاندية هي باكورة أو هي بداية لمستقبل قادم وواعد. الهدف من تأسيس الاتحاد كانت دعوة صادقة وتوجيه لنا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2018. يوم النهاردة فعلا يوم رياضي جميل، ومع نخبة طبعا من الناس اللي هي موجوده عندنا جمعيه الاقزام في اسكندريه، فجيت لبيت دعوتهم وقمنا ان شاء الله النهارده بيوم رياضي جميل جدا معاهم، والمباريات شغاله اهوت، وان شاء الله هيتوزع عليهم ميداليات، وان شاء الله يبقى اليوم يعدي على خير باذن الله معاهم كلهم ونفرحوهم، لان دي من الناس اللي هي هنعتبر ان يعني حقها مهضوم شويه في اسكندريه، لكن انا واقف معاهم هم مش غراب عليا، لان انا مقالي معاهم سنين طويله، وإن شاء الله نكمل مسيرة معاهم للآخر إن شاء الله.